وللحديث حول هذا الموضوع تنضم إلينا عبر الهاتف سعادة الأستاذة هالة الأنصاري، الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة. أستاذة هالة، بعد التحية، ما المميز والمختلف في مناسبة يوم المرأة البحرينية لهذا العام؟ نعم، الحقيقة برنامج أو جدول نشاطات يوم المرأة البحرينية لهذا العام له طابع أو مدى خاص لثلاث اعتبارات. الأول من حيث اختيار الموضوع وشموليته بحسب ما وجهت به صاحبة السمو الأميرة سبيكة بنت إبراهيم الخليفة حفظها الله، بالتركيز هالعام على المظلة الأشمل لمشاركة المرأة في الشأن التنموي والبناء الوطني، واللي بتتشرف فعالياته واحتفالها الرسمي بالرعاية الملكية السامية، وهو في حد ذاته أعلى تكريم لنساء البحرين من قبل الراعي الأول لمسيرة تقدم المرأة البحرينية. والاعتبار الثاني تزامن المناسبة مع الذكرى العشرينية لتأسيس المجلس الأعلى للمرأة، اللي يعتبر بحد ذاته أحد أهم مكونات نجاح المرأة البحرينية بحكم دور المناضلة واختصاصاته الواسعة وتبعيته المباشرة للعاهل المفدى، اللي كلف المجلس بتقديم كل ما يلزم لمتابعة تقدم المرأة وتحقيق الاستقرار الشامل لها وللأسرة البحرينية. وثالث تلك الاعتبارات هو احتفاء مملكة البحرين بمناسبة عزيزة على قلوبنا جميعا كمواطنين، وهي ذكرى ميثاق العمل الوطني، وطبعا هي الذكرى 20 لتوافق شعب البحرين وبإجماع على بنوده، واللي كان بمثابة الرئة اللي تنفسنا من خلالها الإصلاح والتجديد والتطوير، خصوصا ما تعلق باستكمال الحقوق السياسية للمرأة واستئناف مباشرتها لتلك الحقوق اللي كانت بالأمس نص وهي اليوم واقع معاش، ونشوف شواهد المادية بكل وضوح. فهذه هو الحقيقة باختصار ما يميز عنوان أو موضوع يوم المرأة البحرينية لهذا العام. نعم، الأستاذ سعادة الأستاذة هالة الأنصاري، الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة، كنت معنا ضيفة كريمة في نشرة الأخبار، شكرا جزيلا لكِ.